سيرة، اتفضل. ماشي. You're called to see a 45-year-old male on renal ward because the nurse are concerned. The gentleman was admitted 2 weeks earlier with acute renal failure. Last test revealed positive ANCA with myeloperoxidase اللي هو البي ANCA يعني. At the level 131, he underwent renal biopsy 4 days after admission, and the professional pathological report show acute pericentric glomerulonephritis. Immunofluorescent waited. So I'm gonna check on immunofluorescent. 5 days into admission, he developed frank hemoptysis. He was treated with high flow oxygen and it didn't require transfusion. You have been asked to see him because he collapsed on the way back to the bathroom. His blood pressure قليل 85/40 tachycardic, low scale. He denies any further hemoptysis but complained of generalized abdominal pain. مش الوايت بلاد سيل عالي 12، هيموجلوبين 67 قليل، بليتليت لو، ادجاستد كالسيوم لو، بروثرومبين تايم نورمال، فايبرونوجين فيري هاي. واحد واحد عالي قوي. Okay, an urgent CT angiogram is a region which form intra-abdominal bleeding at the site of kidney biopsy. Oh, which treatment is most likely to have increased the risk of delayed post-biopsy bleeding? Which of the most likely to have increased the risk of delayed? Oh, either risk of aspirin, plasma exchange, simvastatin, IV metoprednisolone, cyclophosphamide. هي عيان عملت رينال بايوبسي ببساطة وجالها بتاع ده، جالها bleeding من the side of the renal biopsy intra-abdominal bleeding هيماتوما يعني. فاكتور دي بس هو قالوا ان هي هي عملت بلازما فيريسز البيشنت دي ما عملهاش حاجة صح؟ بس ده سؤال جنرالي. ايه هو يا اسبرين يا يا بلازما ايه؟ الستاتين؟ سيمباستاتين؟ ده ايه علاقته بالهيماتوما او الانتر ابدومينال بليدنج؟ ليه علاقه هنا؟ هي بتاخد اسبرين وحاجه في القوانين. هو كان بليدنج، هو لو بتتذكري كان في اليورو بيقول لك انه البيشن لو كان عنده انتر كير هيموريز ف don't give him statin يعني until resolving. بس ذات الانتراكرينيال سبيشالي يعني ما حدش يتكلم على اي حاجه يعني. هو حاجه من الاثنين، حاجه بتزود البليدنج يعني يا هو بأسبرين، اسبرين ده بيزود طبعا اللي هو المفروض البيشنت قبل الرينال بايوبسي يهولد الاسكوسيد يعني اتليست 1 اسبوع يعني. هي بتاخد خلي بالكوا هنا بيقول which treatment most likely increase risk. delayed البلازما اكستشينج عشان لو بيدوا فيها الانتي كواجولانت يعني بلازما بيدوا انتوا بس كده كده بعد ما بتخلص بعدها بفتره يعني الهيبارين 6 ساعات او 4 ساعات من 4 ل6 ساعات بيكون خلاص كده الاكشن بتاعه خلص يعني. فالديليد بقى اسبرين اي ثينك يعني. عايز تشوف الاجابه يا دكتور حسين؟ هي اقرب حاجه بتهيألي الاسبرين يعني. لا تتشينج بلازما الفايبر ده كان قليل كده اللي هي واحد، كان كام هو اصلا نسبته كام؟ المفروض اقل من نص. هو بيتكلم على according to the lab يعني مش general يعني. ماشي. طيب بلازما اكستشينج increase the risk of bleeding via depletion of fibrinogen level and reduction on platelet count. Patient receiving plasma exchange would have their fibrinogen level monitored daily and replaced with fresh frozen plasma if depleted. Furthermore, it's recognized that the plasma exchange specifically increased the risk of delayed bleeding following renal biopsy. Patient has low fibrinogen level, low platelet
ماشي. يعني بليتلت اوكي ان هاي ان اكيد فاسكولايتس ماشي. اند لو كالسيوم ذا سكيرينج وذ بلازما اكسشينج اتس لايكلي ذير فور ذا بلازما اكسشينج كونتريبيوتنج تو بليدنج. تمام ماشي. اس ودي من الحاجات 15 اللي بتعملها البلازما اكسشينج، بتقلل الثلاث حاجات دي. هو الفايبرينت ليفل كام؟ كان واحد وواحد، واحد وواحد. لا الطبيعي بتاعك المفروض اقل من النص. اي ثينك اقل من النص، اقل من النص، اقل من النص، اقل من النص. هو بيتكلم على ان ده زياده ولا انه متقيد؟ لا زيادة. ما هو نفس فكرة ال DIC لو انتوا فاكرين ال Fibronic Living بتبقى زيادة، فهو ده more يعني هي ال Patient Level for Bleeding عشان ال Fibronic زيادة وال Platelet عندنا قليلين. هو ال Fibronic لما يبقى زيادة المفروض ان ده Bleeding بيزيد ولا؟ فيبرونيك كان بيحول الثرومبين، كان بيعمل ايه اصلا؟ بيعمل الاوريجين بين الفيبرونين ده اللي بيتحول للفايبرين صح؟ الفايبرين ده اللي هو اللي هو اللي بيعمل الثرومبس. بس احنا كنا في البيشنت زي دي اي سي الليفر ديزيز لو انتوا كنتوا فاكرين ان هو لو هو الليفل عالي احنا كنا بندي لهم الفيش فروزن بلازما. تمام؟ بنعمل له كوريكشن يعني. وهو قايل هنا ده اي برضو سي بيبقى بيبقى قليل برضو بتهيألي صح؟ دي اي سي لا لو زاد عن واحد، لو لو ايه؟ زاد ولا قل؟ يعني بيحصل له كونسمبشن برضو في الدي اي سي صح؟ عشان كده يعني لما بيقل بيحصل كلوتنج في اي مكان كده ولا ولا كان انعكس ولا خبط الدنيا. طب انت معاك البصمة صح؟ هات ال هات ال اللي هما الايه الفيبرونجين او الكارب بريسيبيت هات ايه كمكتوبة؟ طيب من 2 ل 4 من 2 ل 4 الفيبرونجين 2 ل 4 يبقى هو قليل كده. يبقى اصل هو كاتب ديليشن اوف فيبرونجين يعني اعتبر الفيبرونجين كده قليل، فكونها قليل يبقى ماشيه مع البليدنج كده. لو زياده اعتقد انه وتحت في الشرح بتاع بلازما كامل كامل سمبوزيس يعني. اه ماشي اجيب لكم الموضوع ده اشيرهولكم نقراه سوا نراجعه سوا. اللي هو ايه؟ معلومات مش هنا ماشي. لا هو تحت اه بيبقى ديكريز. لا كان انديكيشن بتاع بلازما كنت فاكره الواحد والنص ده. ماشي طيب يبقى هو من 2 ل 4 يا دكتور صح؟ من 2 ل 4 ماشي ماشي. هو كمان كاتب الاسبرين مي اوسو انكريز بليدنج ريسك ريسك اف نفس الكلام ستوب بروتورين البايوبسي فاكر فوسفامايد وفادريزلون ار فيرست لاين دراج in this situation but not known to have associated with bleeding risk. Plasma exchange is used in ANCA positive vasculitis if pulmonary hemorrhage is present. الحاجة الغريبة برضو كاتب ان الاسبرين مش routine stop في اول سطر not routinely stop قبل بين البايبس. لا احنا بنقف صراحة ايه بنقف الاسبرين واي انتي يعني ما دام مش indicated. في another clue برضو هنا بيقول لك ان البلازما اكسشينج احنا بنستخدمها في الايه؟ اللي في الانكا بوزيتيف. هو كان قايل لنا فوق تقريبا ان هو كان ام بي او اللي هي البي انكا يعني هيموبتسيس او البيشن كمان هيموبتسيس. الهيموبتسيس تمام تمام قصدي انك بتتكلم على اللابس يعني لا هو مش بيتكلم جنرال، بيتكلم على اللابس بتاعت الحاله عشان الكالسيوم والفيبرونوجين والبليتليت ليفلز ده كله تربيطه مع الايه مع الحاله. تمام نقرا الكلام ده ماشي. ماشي ايه هو الانديكيشن اوف بلازما اكسشينج؟ اول حاجه الجليان باري سيندروم قلنا فيها جي مايثيليا جريفيت، ثاني جي جولد بوتشير سيندروم، ده ثالث جي يبقى ثلاثه جي كده.
بعد كده الانكا بوزيتيف فاسكولايتيس اف ار بي جي ان او رابط ليفوكوس بين الفينير او بالمونري هيموريدج التي تي بي التي تي بي الاتش يو اس الكرايجلوبينيميا الهايبر فيسكوستي سيندروم سكندري تو مايلوما. مش ايه الكومبليكيشن اوف بلازما اكسشينج هايبوكالسيميا دي تو ذا بريزنس اوف ذا سيتريت يوز از انتي كوايجولانت فور اكسترا كوربوريال سيستم ميتابوليك اسيدوزس لا الكالوزس ريموفال اوف سيستميك ميديكيشن كوايجوليشن فاكتور ديبليشن اميون جلوبولين ديبليشن مش coagulation immunoglobulin depletion metabolic alkalosis والهايبوكالسيم مش سمة بتبقى في الاكسترا كوربورال سيستم. طيب طب كان في حاجة بتعمل هايبوكالسيميا ومعاها ميتابوليك اسيدوسيس بقى ايه هي؟ هايبوكالسيميا رابيدوماليزيس اوت And some heat intolerance over the past over the same time frame. Clinical examination reveal thyromegaly, fine trauma, risk reflexes, bilateral leg. He does have, doesn't have any exophthalmos. The rest of examination is unremarkable. He denies any family history of thyroid disease. He has thyroid function test, which reveal low TSH, elevated T4 and T3. And they have negative anti-TBO. Thyroid uptake scan demonstrate diffusely increased uptake. يعني ده ايه يعني فايبوتوكسيكوزيس يعني ولا هو كده يعني بالابتيك ده يعني جريفس قصدي صح؟ از ديفيوزلي ابتيك كده المفروض جريفس يعني. طيب از فولو اب فيزيت تو ديسكاس اباوت ريزلتس هي ريبورت هي مي have discovered a mass in his testicle. You examine firm his finding at the point in addition to basic lab and imaging further testicular mass. So what laboratory test showed necessary to further evaluate an etiology behind this hyperthyroidism. What CG. انا كنت لسه كومنت على نفس القصه ان هو دي القصه دي بقى حد يوضحها لنا قرونا بيها ولا حاجه يعني التي اس اتش بيشتغل على الثايرويد ريسبتور على وبعدين بيزود البريكسيديز انزيم اي ثينك فبي انكريز الابتيك يعني بيساوي السينثيسيز يعني ديفيوز انكريز ابتيك يعني الثايرويد نفسها بتعمل سينثيسيز للثايرويد هرمون عكس الثايرودايتس ده ديستركتيف ثايرودايتس او الثايرودايتس ما بيحصلش ابتيك نهائيا لان الثايرود هرمون الفوليكل نفسها فيها ثايروجلوبين ده بيحصلها ايه ديستركشن للثايرود فبيحصل ريليز ثايروجلوبين والايه وبالتالي كونفيرت بقى للفري تي 3 وتي 4 بعد كده انما ده انكريز سينثيسيس هو تقريبا نفس الميكانيزم يعني هو هنا قال انه نو اني اكسوبثالموس يعني عشان يطلعكم من الجريفس يعني بس ما عدا وجود الاكسوبثالموس مش بيكسكلود على فكره جريفس يعني لو انت معاكي ادي كونفيرم مش موجود ده مش بيكسكلود يعني صح هو مش اكسكلود بس يعني 70% وهنا 70% من الحالات ان هو صح الجريفس يعني بتهيألي الاي بيبقى في 70% من الحالات بس ولا ايه؟ 70 ولا اقل ولا 30 مش فاكر انا فاكر ان هو رقم مش كبير برضه يعني لا مش كبير حاجه و30 تقريبا او 30 حاجه و30 انا فاكر كده ايوه وكان في سؤال في الفوتو دي بيجي اللي هو يعني انه مش شرط يبقى في اي او مانيفستيشن 30 30 يا شباب سوري 30 ايوه
30% بس من البيشنت. كلت الحالات يعني. تمام. مش testicular cancer is the most common malignancy in men aged 20 to 30 years. Around 95% of cases of testicular cancer are germ cell line tumor. Germ cell line tumor may essentially be divided in seminoma or non-seminoma. Non-seminoma including الامبريونال and dioxide التراتوما الكوريوكارسينوما. التقسيمة دي أنا ما أعتقد كانت جالها كان جه فيها أسئلة قبل كده برضه اللي هي السيمانوما ونانسيمانوما. نون جيرم سيل تيومر انكلود لايدي سيل تيومر اند ساركوما. نون جيرم لايدي وساركوما ماشي. The peak incidence of teratoma is 25 years older than the seminoma, 35 years. Risk factors include infertility, increase the risk by factor 3, يعني ثلاث أضعاف, cryptocurism, family history, crime center, bumps of height. Features, painless lump is the most common presenting symptoms. Pain may be also present in minority of men. Other physical features include hydroxyl gynecomastia. Alpha-fetoprotein is elevated in around 60% of germ cell tumor. واحنا ال LDH. LDH ده اللي جالنا صح؟ ده اللي جالنا في الامتحان صح؟ ده اللي جالنا كان جالنا في الامتحان. في الامتحان. لا لا. LDH is around 40% of germ cell tumor. بس عارفه جه اللاكتيك ديهيدروجينيز برضه كان بيتهيألي من ضمن الاختيارات. ما هو ال LDH ما هو مش هو اختصار لاكتيك ديهيدروجينيز نظام ايوه انت على ده اللي بتسالي مش على ال HCG صح؟ لا لا احنا جالنا يعني انزايم وانيوجوال تقريبا LDH في الـ في الـ في الموضوع ده ال LDH كان سؤال من ضمن والله هو الامتحان كان كله رخم كان غريب يعني وما جاتش على دي الله المستعان ربنا يعدي على خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله خير. سيمينوما اس ال اتش سي جي مي بي اليفيتد 20% يعني الالفا فيتو بروتين ده 60% ده من جيرم سيل الجيرم سيل برضه ال ال دي اتش 40% السيمينوما اللي هو نان السيمينوما 20% فيها الاي سي جي هو السيمينوما ده كان جيرم سيل برضه صح؟ سيمينوما جيرم سيل جيرم سيل صح؟ كلهم Diagnosis ultrasound is the first line. Management treatment depends on where tumor, seminoma or non-seminoma, orchidectomy, chemotherapy, radiotherapy, give upon staging of tumor. Prognosis is generally excellent. 5 years survival for seminoma. 35% لو stage 1 و 5 years survival teratoma 85% لو stage 1 بقى. ده آخر سؤال يا دكتورة تكسير بتاعي. يعني السؤال من فوق يا دكتور حسن مش شايفين. مش 62 year old man is seen in renal transplant clinic. He has cadaveric kidney transplant 1 year ago. That was initially complicated by rejection and has acquired high dose of immunosuppressant. He has good breast function, creatinine 121, no proteinuria. He complained to stool weight loss in 2 months and feel there is large pilous lymph node in his right axilla and palpable lymph node in his left inguinal region. الهيموجلوبين قليل بلاتلت 195 الوايت بلاد سيل كويس ماشي هو من سنه وحصل له ريجكشن وعله في دوز امينو سبريشن وهو معاه ويت لوس من شهرين وقارنس وليمف نود في انفرات اكزيلا والليث انجوينال والبوزيتيف بس ان احنا
الهيموجلوبين قليل. ماشي. What is the most useful virology test؟ بعمله له ايه؟ انا هروح لابسين بار فيروس. مش سايكلو فيروس. طب هو السايكلو مجاله بس هيجي الليمف نود بس، اصل في حاجه اسمها بوست ترانسبلانت الليمفوبروليتيف ديزيز اللي بيعملها الاتشان بار فيروس، وخصوصا مع الناس اللي بيزودوا الامين سبريشن. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش الاجابه بس ده عشان الليمف الاكسبلانيشن نود. بتاعي. ممكن صح. ده الاكسبلانيشن بتاعي. طيب شوف الاجابه ممكن صح ممكن غلط. ده مظبوط. ماشي. انيميا، كان معاه انيميا كمان. This patient has post transplantation lymphadenopathy disorder indicated by weight loss, anemia, lymphadenopathy. والبوست ترانسبلانتيشن لينفوبروليتيف ديس اوردر ده حاجه كاتيجوري كبيره قوي، فاهمني؟ منه البيرك الليمفوما الهوتجن ونان هوتجن والبيرك الليمفوما، وبيجي معاها البلازما سيل ديسكيريسز اللي هم المايلوما، تمام؟ يعني كل ده موجود. فيعني الكومن بين كل الليمفومز والكلام ده كله الليمفادينوباثي والويت لوس. السيتوبيجيلو فيروس بيعمل لنا ايه؟ بقول ونزود عليهم الانيميا والانيميا. ماشي. السيتوميجالو فيروس بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا هيباتيتس، كولايتس، اسوجايتس، بيعمل ليبر انزيم، بيعمل حاجات كتيره بس مش لينف نود الون يعني. انما الاتشين بار فيروس ده سبيسيفيك يعني للينف نود. ماشي. وخصوصا لو العيان على الاميون سبريشن. ماشي. High dose immunosuppression have precipitated infection with Epstein-Barr virus, virus and the subsequent PCR progression. وحقيقة كل اللي فوق دول ما بيجوا مع زيادة ال immunosuppression ال PK virus وال Epstein cytomegalo كلهم بيجوا، يعني مفيش حد تقدر تستثنيه. Post transplantation lymphoproliferative disorder incidence is highest in the first year post transplantation. Which at time is a time when immunosuppressive is the most intensified. Treatment involves reducing in his current immunosuppression therapy and giving additional chemotherapy. العيان ده المفروض بنقلل الكيموثيرابي زي ما هو بيقولوا ونسويتش لحاجات تانية. المفروض بتقلل الريبليكيشن بتاع الابتشن بار فيروس زي الام 2 على ما اعتقد التاكولين ماسكارين، الاثنين دول بيقولوا البيتا سيل ديفيجن يعني. لو او بعد كده بيعالجوه، لو هو بعد كده عمل له فولو اب وما تحسنش بيديله كيمو ثيرابي كانه هوجن او نون هوجن بالظبط يعني. سايتوميجالو فيروس كود سيستميك سيمتومز كولايتس نمونايتس جرافت فانكشن، البي كي فيروس كود جرافت فانكشن اند يوريتيريك سينوز. ماشي. البيكي فيروس اختصار يعني لو في واحد متذكر اختصاره الفيروس. لا هو اسمه بيكي كده، لا ما اعرفش اختصاره، بس هو زي سي ام بي كده، هو اسمه بيكي فيروس. ما كتبوش لي، ما كتب يعني ده مش اختصار حاجه، فهو مش كاتبين له اختصار، بيكي كاتبين كده. طيب يا شباب، المفروض دلوقتي دكتورة سلمى، بس أنا يعني حابب ناخد بريك. أيوة. معلش يعني بعد إذنك يا دكتورة.